24 عام وما تعلمت شي ساعة دار الحريرة. احنا عم نشوف فطرو دابا في الجامع ما عدش حاجة زايدة. مبروك رمضان، مبروك عليكم رمضان. اليوم عادي نمشيو نفطروا في الجامع ديال اميترين. تا البارح كنا عاملين واحد اللايف صغير، لايف حليلو هيدا كنا عاملينه، واقترحت على الناس قلت لهم خوتي عادي اليوم عادي نفطروا في الجامع. النهار الاولاني ديال رمضان عادي نفطروا في الجامع ديال اميترين اللي كاينه في المغرب. وبهذه المناسبه عاود تشوفوا الجامع اللي كنفطروا فيها وفي كيفطروا المغاربه. وما اليوم اخي يوسف اليوم ما كايناش فطور في الجامع. تنغدى شي اللي سمعت انا. وقلنا حنايا غنفطروا مع بعض، تيسنا في الزنقه في باركي تمايا غادي نتجمعوا جماعه الدراري ديالنا عثمان وسي يوسف تطواني. كنعرفكم بها هو الصديق ديالي شحال هادي تطواني بيزعاوي ديالنا. تطوان تغلب وبصحتنا بطولاخ. كيفاش كيجي مني انا نمشي لديك الجامع؟ حيتاش الناس كتجمع تمايا، يعني مسلمين كاملين كيتجمعوا تمايا في ديك الجامع، يعني المغاربه الجزائريين افريكانوس اليهود كلشي، حتى اليهودي ومسلم كيمشي تمايا. وبعد النوبات يعني كتشوف اسبانيول داخلين يصلي، واسبانيول كيدخلوا يصلي ويعبدوا الله تما، يعني كتشيك واحد شي حاجه في شكل حنيبه. دابا طيبوا النيبه مورايا شني كيعمل. ها نيبه كيضرب الزيزونه، كيضرب الزيزونه. انا كيطيبوا لي زيت. عثمان معنا هنا يا تينا. انا خا عثمان بخير صحيحه كلشي مزيان. الله يبارك فيك الغزال ديالي، الله ينورك. شكرا. لا 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 هذاك اكبر كذاب في اسبانيا. هذاك ماشي كذاب في اسبانيا، هذاك اكبر كذاب في اسبانيا، ماشي اكذب واحد في اسبانيا. المهم فاميليا ديالنا دابا غادي نمشيو نشوفو ما نجيبو الحليب ونجيبو العواصير والتسمار، لوازم ديال الفطور زعما اللي غنفطرو مع بعضياتنا. وتشوفوا الاجواء ديال رمضان كيفاش كنعيشوها هنايا في الغربه. يعني حنايا كنبينين لكم الدراري ديال الغربه كيفاش كتجوز رمضان هنايا. خلونا من العائلات، يعني اللي عنده يماه وباباه كيدوزوا عادي بحال اللي في المغرب. حنايا لا، حنايا كندوزوا في شكل، يعني حنا بوحديتنا وحق كنجمعوا بعضياتنا باش كنكونوا ديك العائله. بحال دابا عثمان عيط له قلت له يلا استر مع، قال لي لا اليوم غنفطر مع الاخوان. قلت له احنا بيدنا اخوان، يلا استر معنا دابا. ايوا الخاو ديالو عاقول لي ديتيه لي، غنقول له احنا خوت ياك، وخلي لنا الخاو يفطر معنا. يلا خوتي تلاقاو. الفاميليا ديالنا حنا وصلنا للجامع ديال الإميترين تقريبا واحد 10 دقائق. دابا خصنا نبخشوا على أقدام واحد إسبانيا وشي دراري عامل معاهم كانوا معنا في اللايف، ما عرفتش واش غنجبرهم، إلا ما جبرتهم شي ماشي مشكل فهمتي. دابا خصنا نوقفوا في الطوب ياه ضروري. سير أخي، بارك عليك أخي، رجع صافي جبرنا باركي يا خوتي. هو هنايا، هو أنا بنوتي. دابا جبرنا باركي في هاد البلاصة، دابا خصنا نضوءو نمشيو نقزر نجيبو ما ناكلو اللي غنفطرو به زعما، من تما عاد نتلاقاو الدراري. نبقشو على أقدم واحد في إسبانيا ما عرفناش فين هو، تسلف لنا وقيلا عادي ما نعقلوش عليه، غنمشيو نفطرو بوحديتنا. دابا غادي نمشيو عند واحد قزر هنايا، واحد قزر مغربي، هني كاين بزاف ديال العرب، كاين قزارة بزاف، ما قزارة كاين اللي بغيتي تجبرو هنايا ديال العرب فهمتي. دابا غادي نمشيو نجيبو الفطور، نشوفو هاد الفطور اللي غنجيبو ويبقاو معانا. تيلا خايا على الفيديو، لا على الفيديو صح. يلا النيبة تهلا فينا، النيبة الله يرضى عليك. النيبة عايز النيبة رجع خد دم اخويا القزة، صور هنا فين النيبة خد دم. يلا النيبة تهلا فينا. دابا كي كتحسب أربعة وباقي ياسين والدراري لا جا كيدير حسابي النور. اي كيحسبنا حنايا. دابا الفاميلي جبرتونا في واحد الجزار مغربي، ها هو كما كتشوفوا عنده الشهيوات، الشهيوات عربية عنده. هاد الجهة هادي كاملة عنده، هاد الجهة هادي كاملة المغاربة فهمت.
الوثائق انت كلشي عنده بياس هنا كاملين ديال العرب ديال المسلمين اخوتي شنو ما عرفتش شنو ديك الشيء كنعرفش نسميها دابا دينا شي بركه راه ما بغيتش تبرو ديك الشيء عرفتو غير هذا والنبا وكيخسر مابقاش يتهز اخاوي اش يتهز انا تي وري صافي دابا خرجنا من ديك البلاصه شرينا هاد السخره هادي ما قنعتناش غنشوفوا واحد القزار اخر غادي نشوفوا توفيق فين هو توفيق احنا هنا يلا السلام عليكم هذا عنده فحال اخر عاوز الماكولات نعم السيف هذا عندوش والو يا فينا شفنا هذاك والو والو الخير اش كاين اخ الله يعاونك اخ دابا عافي غنمشيو غنمشيو شي قزار اخر عا كاين واحد قزار اخر ونجيبو كيسان الرغيف معمرين ما جبرناهمش جبرنا عاد توفيق معمر هنايا راه هو فين هو فين ماشي في السيبي زعاوي بوكندور ايوا الصراحة انا اللي عطلتكم اخ اي أيوة والله دابا باقي واحد فين هو خوسي واحد قزار الاخر راني بوحدو الجامع ها هي فين هي خصنا غير الرغايب وسالم حري راه ما عندنا شي بوركي انا عطلت الدراري فهمت بالي زي كنا غنمشيو عند شي دراري كيصدقوا علينا هيدا يعطيونا الحرير ما نشوفوا النيبة واش غيجبرنا الرغايف ولا لا والجامع ها هي فين هي خوتي من بعد ملي نفطروا نصور لكم حيتاش باقي نص ساعة ديال الفطور ان شاء الله هادي خبز واعر راسه تحمقنا هنا اقدم واحد اسبانيا ما نعرف فين هو خوتي هنا هنا يدي هادي مكتوب سوبر مارك سوبر مارك حالة سوبر مارك حالة هذا سوبر مارك حالة كيجي مع خبرة الجامعة كامل بيكون كسعر يلا النيبة انا جبال خصنا الرغايف دي الجبال واش يقول لك واخا يتك واعر جبرت قاده خمسه ربعه الاورو مع جوج ونص ويلا ديت وحده باورو اه كاين صحاب جوج ونص كيجيو لنا في المغرب ماشي هنا انا نجيب لك شوفهم يكونوا سخون ما شفتش الله يرضى عليك الكاميرا ديالك فين هي الكاميرا ديالي اخوت اللي ضاعت لي في المترو لا قاد واجات سواء انت باس سين كابلي ابلو تو سين كابلي شكلة تجي قد دي زعما ديك شكلة خا اسمها عرفت العين ما عرفت العين زعما ديك 50 درهم يعني مغربية لا تعرفها لا الا جينا انا ما نعرف لا اورو ولا درهم خليها على الله خليها على الله كنشوف راسي كنشري غير 50 درهم ها هي المسجد اخوتي اللي غنصليو فيها ان شاء الله كنا باركيو الطوموبيل هنايا كنا باركيو الطوموبيل هنايا صدق ما كسبش باقي يقولوا شي الاودس كي دخلوا على شي شكون قالت لي حسب لنا من 3 دراج اعملي حساب قلت لها 9 قالت لي اش كتقول اخي عثمان 7 اش ما قالتش لا ما كيدوقش شي مال حبيبي يا صايم يا فاطر قالت كترتق يلا حلال انا باركي دابا دابا فين هما ديك الدراري دابا خصهم شي باركي ولا قدام واحد اسبانيا في باركي هو اللي باين تحت الجامع تما الريح وصافي كاسبان بيرفيكتا الله يعزك ابي زعاوي الله يرحمك نقصاني واحد الحاجه هي هاد حيت هاد الحومه هادي عثمان ما بقاش لا بقال ما جبرتو شي تشينو ما جبرتو شي طلع من فوق عاد جبرت واحد بعيد 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 بزاف عاد جبرتو باش ندكو فيها ما عندنا شي حريره عندنا عاد توفيق ما كيعد لنا شي حريره خوسي ما عندنا ما نعملو ساكن كيعد لنا الحريره ما نمشيوش نبقشو ولا شي حاجه اخرى ونشربو العصر كيتعدى علينا الصراحه في هاد البلاصه هادي في الجامع كنت عامل مع بزاف دراري يعني كانوا شافوني في اللايف وكونفيرميت معاهم قلت لهم فطروا غدا مجموعين الناس ديال اللايف يجيو عندنا فهمت صدق ما جات شي واحد واقيلا ما جات شي واحد كنقول بنادم كيعجبو عليه يهضر 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 ما عندوش الهضره ديال الرجال يعني خاوي داوي وسال والفيلال عفطروا بها ربعه بينا تصدق اقدم واحد اسبانيا طلع ماشي رازل بنادم كنعملو معاه بنادم كنعملو معاه شي واحد زائد خبزه بنادم كنعملو معاه خوتي يجي يفطر زعما ما عنده ني ما ني بابا هنايا كنعرطو عليه يجي يفطر معانا وديك صحاب اللايف اللي قالوا عايجي البارح ولا ما كيعملوا واحد واحد معنا في اللايف البارح قلت لهم في اللايف اخوتي شو عملوا واحد اللي عايجي معنا يفطر معنا يعملوا بقاو عليا واحد 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 زيرو اخواتي زيرو اربعه بينا ها يوسف سيطواني
عثمان هيا انا ها توفيق وهذه عقسموا هذه عقسموا انا ما عديهاش صافي ايوا سجري دابا شنو اشتكى والله الا تبغى تهريا ما عدركش من بعد اخوتي الدعاء عينكم الشتاء تهبط الشاب داس كطيح غورده قلق نعم السي غليطه واش ديك كيسان وسبع نوس نزل اخاو دير رزقك وانا ماشي وانا رزقي هو هذا واش جيتك الكيسان تي فين هما كيسان الشغليطه العشاء ابي تبغي تفطر مي تبغي تفرق الصيام صح دخمك وعلي هنا السما انا عندي كاس ورجع مركز او لا قدر نهزهم جوج بيه او شو 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 لا والله ما خشيت صباع دي يدي كنعرفك طيب بس كطيح نعمس كاين شي ناس خواو بينا شكون هادوك اللي ماشي اجا حتى شي واحد صافي تما الخاوة على الهواء الطلق اجي ويا الشمس ما بقاتش يا الخاوة خصنا ناكلوا ولا شوف هي التوتال ديالها ديال يماها 4 ساعات الماكلة قسمين دم ماكلة خمسة دقائق دم ماكلة الخاوة ورفقيه وأد الله يرضى عليك اسمع يا أد والله ما شو حسوا ما عندكم خلصوا في ماسكم ولا سدري ما تاكلوش هي كاس الدين دابا يلا واحد جوج اربعه خمسه سلاح سكوب الله ما لك صبنا على سكوب كل يسقبل منه اللهم كيف شنو كيقولوا اللهم عندما الظما وابتلت العروق وتمس الاجر ان شاء الله اجرنا اجرنا واجرك اخي توفيق شي حاجه زينه اخا والله ما لك صبت عرفتك اجرنا واجرك اخي توفيق بين لهم غير حنا جالسين احنا كنبينو يوسف بالقندوره ديالو كلشي ديالو جالس مرتاح انه لذيذ جدا تمر واعره تمر احسن حسب العالم الله يقواه تمر وحلو يا تونس واقيلا هذا تمر واعره انا شو الفطور اخوتي كان فطرو في الهواء الطلق هي الغربه هذه هي الرياليته هذه هي الحقيقه الغربه كاينش السواق كاينش السواق والنفاق بحال اللي قال عزمه صورونا احبابنا هيدا كنتصورو كنفلوك حميمي عملت تشيز تشيز ديك النيبة ما عرفتش واش عليه نهار ذا الصلاة ولا بالصباح هو طالع هو تما يا صاحبي دابا خوتي انت حيت عاملين فطرنا ودو نشوفو شنو عامدو انت حيت اخاو جامع جامع صورت شحال هادي اخاف صورو دابا عاد دروك الجامع اسمع غير الجامع شو ها هو تحت كي تقرو الناس يلا نشوفو شنو كاين تحت يلا شو شوفوا اخو سيدي علينا عندهم قران جمال اللغات بلغه الاشاره سبحان الله العظيم قال لك قران بلغه الاشاره خي توف اخي تطوان هذه عمري سمعتها سبحان الله العظيم تفسير تفسير القران بلغه الاشاره اللغة يور ما نعرف اسم اللغة هادي عاوت أردية أدرية أمازيغية قرص مدمج الروسية سبحان الله أي لغة يعني قرآن أي لغة سبحان الله صف صينية شوف شو الصينية الهندية أندونيسيا يعني جميع اللغات ورومية اللغة شي انا هاد اللغات هادو عمري سمعتهم المانية اي ولاني شو شي لغات ما عمري سمعتهم ديال الامريكية البيرية مكتوبة تقول لي ليه ست شي ناس صاحبي شو اي حاجة يابس ما شاء الله المانية هي اسبانية ولا ما كاينش البانية المراكشية بورمية باللغة السنية شوش فهمتش يا اخي يعني كاين شي ما فهمتش يعني هنايا عندهم الجامع فين يعني شحال هادي يعني قديمة فهمتش كانوا والله كيبنيوها هاي الشهر هاي في كلنا قبيلات حنايا هنايا كاين كاراتير امترين تا كبيرة هاي كامل تصور مي كان الناس كتسبو اكبر جامع في اسبانيا ولا ما كدبتش في اوروبا نو قلها في اسبانيا وصافي شو مركز مرحلة من مجلس الثقافة الإسلامي بمدريد دابا نعاودو نشوفو الناس كيف في كيف فترة صاحبي وصلوا يما هنايا كيف طرا اخوتي ما كنا عاملين فيلا معاهم
خاصة ما واخا عملنا ديك فيلا ما تسعناش الناس بزاف بداو جينا بحالنا وما كاملين كيفطروا هنايا المغاربة كاملة كيما كتشوفوا معانا يمين الشباب انا نمشي بحالنا طافا كليتي في طافا الله يعزك الخاوة الله ينورك يا المانو صبرت على الدراري ديال فطرتوا اخوتي فطرنا اخوتي صح سكما كيف جاكم فطور هنا يا اخوتي فطور واعر مخدر ياك اخي فطور الله يعزك هذا مصطفى ديالنا شحال اللي مشوا اخوتي وتلاقيتوا هنا الله اللي كيهرب لي شي واحد كنحصلوا هنا بيبا عمر تحياتي ولاد الغربه والدراري عمر اللي عمرها دار وديما كيقلبها على الرجال الله يعزك اخي مصطفى العز احنا بجيت الجامع اللي في مدريد صوروا لهم الجامع دابا صوروا لكم الجامع المناظر الجميله جدا يبقوا معنا ضروري نقطع زعما ولا ما قطعتش الا ما قطعتش غيقطعون اي هادي هادي الله يعاونك السوري الله يعزك اخويا مصطفى هاديك العصات اللي عندك براك هنايا شي اخوتي السوري كيتباع لنا السوري تصور معايا ومشى مسكين دابا اخوتي عادي نتسناو الطوموبيل هنايا عادي نمشيو بحالنا نتسناو الطوموبيل هنايا ونمشيو صافي كل واحد يمشي يقضي الصوالح ديالو خلينا مغاربه تمايا كيفطروا في ديك البلاصه يعني كيفطروا فيها تما اللي ما عنده شي كيجي يفطر تما واللي عنده كيفطر في الدار ديالو هذا مكان صافي مسمى وصلنا الى سيارتنا العجيبه هي فاينيه او 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 او, أو. طلعوا بحالنا دابا خلينا المغرب بسم الله كنبانو شي كحال سامح عندك الدراري اللي عملوا معايا وما جاوش شي اربعه الدراري عملت معاهم وما جاوش الله يسامح لكم دنيا واخره ماشي مشكل المهم جوزنا حايل فطرنا تما وتلاقيت شي دراري اللي شحال هذه ما تلاقيتهم ودابا وصلنا للدار هيا غادي ندخلوا فحالنا هذه الوالد ديالنا كيكو جالس هنايا مسكين كيهبط هذا الريدو هذا حيت الناس ما كيجيو كاين الناس كيبقاو يجيو ساقسيو عليه بزاف خصو يعاونهم فهمتي كيهبط بوري هذه باش ما يشوفو حتى شي واحد فهمتي حيت الناس كيبغي يجي يفتح صافي عيا وما كيبغيش يواجه بنادم يعني كيبغيش يواجه بنادم اللي يخرج كيحشم يقول لا هو لا ما كيعرفهاش هو بوبري كيحشم يواجه بنادم دابا هادشي ما بغاش يطلع كيطلع كطلع واحد الجهه ما فهمنا والو دابا هادشي شنو كاين خلي يما هيدا دابا قربت الساعه السحور كيما كتشوفوا شوفوا شحال الساعه الاربعة وثلث يعني عيد الفجر في الخمسة سي نعاودو خربقنا ما كنعوجنا خمسة وشي حاجة كيدن يعني عندنا في اللعبو عندنا ما نعدلو عندنا ما ناكلو عدلنا واحد كاميلة بالجداد وخبعت شي حاجة منا البارح توفيق عدلنا واحد كاميلة واعرة زعما الصراحة خبعت منا شي حاجة الحمد لله ما نعرف الله إلا هي كاميلة بالجداد عدلنا توفيق وكذلك عندنا هنايا عاود شي حاجة اللوبية عاود هادي اللوبية بالحجل عدلات غدا بها هو قبيلاتي هو واحد سبانيول حنا ما كليناش مع كنا صايمين الله تاعينك راه المنظر هذا المنظر اللي ما كنحملش هو يجبر اقشع حيت هما تسحروا سالاو وانا اللي بقيت معطلهم فوقي بحال اللي كان عيديني النعاس شي حاجه مع ما انا 3 ايام ما نعاشي كنقطع بلي راه قلت لكم 3 ايام ما نعاشي يعني وقبتي بحال اللي داري النعاس شي حاجه دابا داينك شنو خلاونا هنايا الروينه في الكوزينه دابا خصنا نسكسوا على المنظر عاد نتغداو عاد نتسحروا السحور ديالي اخوتي السحور ديال الدراوش جميله النيبة عاد لنا البارح عند نتسحر بها اليوم بوركي ديك اللوبيه ما كتعجبنيش صافي عند ضرب شي حاجه ديال تما وشي شي كاس العصير وصافي هذا هو السحور ديالنا وهذا الفيلم هذا سبحان الله كيعملوه
العام لي فسعه ورمضان لي فسعه وكنت متبع واحد المسلسل كيعملو نسيت شني كان اسمو دابا عاملين واحد المسلسل واعر في المغربيه نتسحروا معاه من بعد كنعلقوا بحالنا هذا شني اسمو المسلسل الله اعلم. المهم صحتنا وصحه فطوركم وصحه سحوركم وصحه عيدكم اللي يجي ان شاء الله.